مرحبا يا أولاد. هل تتزوجيني يا ستايسي؟ موافقة. بابا. ماذا حدث يا حبيبتي؟ بابا، أنا سأتزوج. ستتزوجين؟ أعطيني الفستان، أعطيني الفستان، أعطيني الفستان، أعطيني الفستان، أعطيني الفستان. هل ستتزوجين حقاً؟ هاي، جيب لي الفستان وأعطيني باقة من الزهور. حالاً. خذي فستانك. يعجبك؟ حسناً، لا تبكي. خذي هذا الورد لك. حان الوقت. أسرع جوازي. ابقي معي. أعيدي التفكير أرجوك. لا، بدي أتجوز. رائع. بابا خلاص تبكي. هل تقبل الزواج بستايسي؟ نعم. ستايسي، هل توافقين؟ نعم أوافق. بابا. حسناً، لن أبكي، لن أبكي. الآن أعلنكما زوج وزوجة. تعالوا نرمي باقة العروس. وحان الوقت لشهر العسل. حسناً، استمتعي بحياتك. وبعد عام واحد. تعبت أنا. أحضري لي طعامي. أنا تعبت. ياه، هذا ليس لذيذا. خلاص كفاية. ماذا 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 حدث؟ هل أنا تزوجت؟ لا يا حبيبتي، أولا المدرسة، بعد ذلك الجامعة، وبعد ذلك الجواز. كل شيئاً ممتازاً.